95% من الطلاب هن طالبات، يعني هذا هن المربيات المستقبل اللي هن بيكون معلمات، بنفس الوقت هن اللي بيكون الامهات للمستقبل. زي ما حكيت حضرتك في البدايه انه نسبه حوادث الحرائق، نسبه الحوادث اللي فيها قتله في الوسط العربي مرتين ونص اعلى من معدل نسبه السكان في البلاد. הביקור הזה נועד בעצם להגביר את כל מה שקשור לבטיחות באש במגזר הערבי. מאוד שמחתי לבקר פה במכללת אל-קסמי. אני חושב שהמכללה עושה עבודה מצוינת. מכשירים פה סטודנטים, סטודנטיות להיות מורים ומורות, ואני חושב שהם יכולים להיות שגרירות שלנו ושגרירים בכל המגזר הערבי כדי להגביר את המודעות לבטיחות באש וסכנות מאש. حطينا بفكر قواعد اساسيه كيف ممكن احنا نعمل بخلال مشاركه طلابنا في كليه القاسمه دوره في الاسعاف في الانقاذ. من خلال هاي الدوره ممكن طلابنا يتعلموا اسس في عمليات الانقاذ كوقاي لحوادث لاشياء ممكن تحدث عندهم في البيت. بالنسبه لنا عالم الاطفائيات والانقاذ بكى شوي غامض وما بنعرفش عنه اشياء، فلما شرحوا لنا واعطونا النتونيم اللي من عندهم ووعونا اكثر على هاي الحوادث وكيف بيشتغلوا بكى شيء مفيد عن جد وانبسطنا. بالطبع تعرفنا على الاشياء اللي بيستخدموها الاطفاء، وتعرفنا كيف يقدر الواحد يحمي حاله من حوادث ممكن تصير معه بالمستقبل، وبالطبع انبسطنا هذا اليوم كثير، تعرفنا على اشياء جديده. في عنا للأسف توعية جدا قليلة مع الطلاب. احنا عن طريق الجلسات اللي عقدناها هسه قبل شوي مع النتسفيم ان شاء الله رايحين نكون بتواصل مع الإطفاء على أساس انه أخذنا هناك بتندفيم من الثانوية ومن الكلية على أساس انه نقدر نقلل من عدد الضحايا في الحوادث هاي. وهذه الزيارة أتت لكي تشدد على أنه يجب أن يكون هناك تعاون واضح وبرامج بين القاسمي وطلاب القاسمي وبين سلطة الإنقاذ والإطفاء في الدولة ليكونوا سفراء تغيير وسفراء توعية بالنسبة لهذا الموضوع المهم، وشكراً.